بمناسبة الزراعة معانا دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور في مصر الجديدة. هل مصر وضعت خطة للتعامل مع التغيرات المناخية وتأثر قطاع الزراعة بها؟ أهلا وسهلا أستاذة أهلا إنجي، بحضرتك. ربنا يخليك. طبعا قضية تغير المناخ معروف هي قضية عالمية، ولكن ذات تأثيرات محلية، يعني ما يحدث في مصر قد يختلف نوعا ما عن مناطق أخرى، بس في النهاية هي ظاهرة بتمس كل مكان على سطح الأرض. مصر يعني ينال مصر من هذه الظاهرة بعض المظاهر المهمة اللي لازم تكون معروفة ومدروسة جيدا عشان نقدر نعرف احنا هنتدخل ازاي. فلو سألنا نفسنا هو ايه مظاهر تغير المناخ اللي في مصر، اللي بناء عليها هبقى في خطط واستراتيجيات وفي خطط تنفيذية على الأرض بيتم تنفيذها. الحمد لله بحكم موقع مصر الجغرافي في مناطق شرق المتوسط، فهي لا تتعرض لهذا الشكل العنيف من تغير المناخ زي الأعاصير أو السيول أو الفيضانات أو حتى حرائق الغابات، ولكن عندنا نوع غريب من التغيرات المناخية أو شكل غريب من التغيرات المناخية بيصنفوه إن التغيرات المناخية الصامتة. يعني إيه الصامتة؟ يعني ممكن تلاقي الأثر وما تشوفيش التأثير. يعني ممكن نشوف بعض الثمار زي ما حصل في المانجا في 2019 21 وحصل في الزيتون لمدة 4 سنين متوالية، إن الإنتاجية تقل جدا وما نشوفش إن في مظاهر عنيفة من تغير المناخ. عشان كده استراتيجية الدولة للتعامل مع تغير المناخ مبنية على هذا الشكل من تغير المناخ. في قطاع الزراعة أهم إجراء وأهم فيما يسمى بخيارات الأقلمة أو التكيف، نعم، إن يكون عندي أصناف محصولية تتواكب وتتماشى مع هذا التغير. نعم. بمعنى إيه؟ إن كل أصناف القمح المنزرعة في مصر اللي هم حوالي 20 صنف كلها أصناف قصيرة العمر بيسموها مبكرة النضج، يعني قليلة الاحتياج المائي وفي نفس الوقت متحملة نوعا ما للصيف المبكر، وهو أحد مظاهر تغير المناخ اللي بيأثر على القمح. وبالتالي الحمد لله ما بنشوفش ان احنا عندنا اي مشاكل، بالعكس انتاجية مصر من القمح تصنف حسب بالاحصائيات العالمية انها من رقم 1 الى رقم 3 على مستوى العالم لوحدة المساحة، يعني اللي هم 3 طن في الفدان. وبالتالي الحمد لله يعني جزء كبير من التعامل مع تغير المناخ فيما يخص محصول القمح تم يعني الوصول لشكل مريح من هذا الامر. طبعا في اجراءات ثانيه مهمه جدا على هذا المنوال بسرعه بس ممكن نقولها. اتفضل. اكيد نفس السؤال هو محطات معالجه المياه العملاق، معالجه مياه الصرف الزراعي الموجوده في المحتمه وبحر البقر، ودلوقتي الحمد لله بيتم الانتهاء من محطه الحمام اللي هي تقريبا يبقى 7 مليون متر مكعب يوم، والمحسمه مليون، ومحطه بحر البقر حوالي 5.6 مليون، يعني انا بتكلم على 13 او اكتر مليون متر مكعب يوم من معالجة مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتسبب مشاكل كبيرة للتلوث وتعمل مشاكل في البحيرات وهكذا. وبالتالي الدولة دفعت مئات المليارات من الجنيهات ليكون عندي مصدر من المياه غير تقليدي. ليه؟ لان مع تغير المناخ في مصر هيزيد استهلاك المزروعات حوالي 20%. طب اجيب المياه منين اما كل المياه اصلا محدود؟ وبالتالي دي كل دي اجراءات، طبعا في اجراءات كتير جدا بس الوقت مش هيسمح. طيب خليني اتكلم عن الدلتا. طبعا كنت بقول من شويه دلتا سله غذاء مصر، وفقا لبرنامج الامم المتحده بيساهم دلتا ب 20% من الناتج المحلي الاجمالي من الزراعه وصيد السمك، وكمان 27% هي من مساحه الاراضي الزراعيه المصريه. هل تم اعداد دراسه علشان نشوف اثر التغيرات المناخيه على الدلتا في مصر؟ كلام حضرتك صحيح. انتاجنا السمكي 80% او اكثر من 85% منه من المزارع السمكيه الموجوده في شمال الدلتا، اللي هم تقريبا حوالي من 250 ل 280 الف فدان كلهم موجودين في شمال الدلتا. وبالمناسبه شمال الدلتا منطقه دائما بتعاني من مشكله التملح او مشكله مهاجمه مياه البحر كمياه جوفيه مش مياه تحت سطحيه، مش مياه سطحيه، وبالتالي عندي مشكله السيليفر رايت او ارتفاع مستوى سطح البحر. ده من ضمن المشاكل الكبيره واحد مظاهر تغير المناخ اللي موجود في 4 5 دول على مستوى العالم بالمناسبه فقط، لا غير، من ضمنهم مصر والصين وبنجلاديش وهولندا. وبالتالي الدلتا هي، انا اقدر اقول لحضرتك الدلتا هي
اهم مصدر للحفاظ على ملف الامن الغذائي المصري القومي. هل في تدخلات الدوله عاملتها؟ طبعا وزاره الري هتلاقي دايما بتتكلم على ان عندها مشروعات لحمايه الشواطئ، ان انا بعمل زي شور، يعني بعمل زي حائط صد لميه البحر انها ما تتوغلش في المياه السطحيه او المياه الجوفيه زي ما بيسموها وتسبب تملح للتربه. نعم. وده علينا منه السنوات اللي فاتت. حضرتك قلت كمان انه في مره قبل كده انه حروب المستقبل هتكون حول المياه العذبه. يا فندم المياه العذبه هي اساس كل شيء على سطح الارض، وهتكون هو المورد النادر جدا، مش السلاح ولا الامور السياسيه، الميه هيكون عشان كده البلد بتعمل من دلوقتي والناس ما بيدوش فرصه حتى نفسهم يعرفوا. البلد دفعت مئات المليارات لاقامه محطات معالجه لان بعد سنوات قليله هيدفعوا ملايين يعني الاف المليارات. هل مصر قد تكون معرضه في المستقبل للجفاف؟ لا، احنا اولا بلد غير مطيره، يعني احنا كده كده بلد جافه، يعني بنعتمد على كل حياتنا على ميه النيل وبعض المياه الجوفيه في بحيراتها العذبه. يعني انا قصدي هو ده المصدر اللي مصر بتحافظ عليه. ودلوقتي في مشروعات للتحول الى الري الحديث في معظم اراضي الدلتا اللي هي الاراضي القديمه، عشان مش احافظ على الميه بس، وعشان اعيد صيانه التربه الزراعيه المصريه. وكتير من المشروعات كل مشروع منها بيتكلف عشرات ومئات المليارات. ليه؟ لان اللي بيتعمل دلوقتي مش هنعرف نعمله بعد 10 سنين وهندفع اضعاف اضعافه، وساعتها مش هيأدي نفس الغرض للاسف الشديد. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديده.